ملف مهم جدا هنناقش فيه الفكرة اللي طرحتها من تسريب المتواضع لإعلام محمد صلاح. بس قبل ما اقول اي حاجة، حابب بس اوضح ان محمد صلاح ملوش دخل اصلا بالملف ده، انا بس بناقش فكرة استخدام التكنولوجيا زي ما حصل مع محمد صلاح، وانهم اخدوا وشه وحطوه في دوبلير علشان يبان انه حقيقي. ده شيء عادي بيحصل مع الفنانين الكبار لما بيتعذر تواجدهم، لكن صلاح طبعا مش هنزايد على وطنيته، وده مش موضوعنا اصلا. اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. معكم احمد ربيع من قناه جامد قلبك. من فضلك دايما وانت بتسمع تنزل تشترك في القناه، لو مش مشترك فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يا ريت كمان حلقه النهارده لو عجبتك دوس لايك واعمل شير. تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ التكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي من صناعه الدجال زي الشات جي بي تي والهولوجرام والميتافيرس وغيرها من المشاريع الشيطانيه اللي عملوها علشان يدلونا بيها، هيستخدمها الدجال في نشر افكار شيطانيه للعبث بينا ولتضليلنا الا من رحم ربنا. خليني بقى افسر لك النقطه دي. الدجال طبعا شخص مش مجرد تكنولوجيا، لكن التكنولوجيا دي اتعملت علشان هتكون اداه ليه في اخر الزمان. ازاي ده هيحصل؟ الدجال ليه اعوانه اللي بتمهد ليه الطريق، واكيد عارفينهم من غير ما نقول هم مين. الماسونيه، تقدر ترجع للملفات الماسونيه اللي موجوده على القناه عندنا هتفهم اكتر عنهم. وطبعا انا كلامي للناس اللي مش عارفه يعني ايه ماسونيه ومش عارفه ايه اهدافهم. اعوانه دول بقى هم اللي بيمهدوا ليه الطريق بانهم يعملوا تكنولوجيا متطوره لحد ما يجي اليوم اللي كل التكنولوجيا دي تتسحب وتعيش الارض في فتره من الظلام، لحد ما هيجي الوقت وهو وقت الظهور العلني للدجال باعوانه من الانس والجن. الدجال وقتها هيكون معاه ادوات تخليه يؤمر السماء تمطر فتمطر، ويحيي الموتى اللي هيكونوا كشياطين وكمان هولوجرام. انتوا اكيد شفتوا حفلات لام كلثوم بالهولوجرام، هتبقى نفس الفكره. ربنا رحيم قوي بينا، مش هيخلي انسان ياخد صفات منه علشان يفتننا بيها. الموضوع هيكون خدع بصريه مش اكتر، لكن هي مش معجزات. والخدعه دي هتكون للميتافيرس اللي بتتيح ليك انك تخلق عالم وهمي، جنتك الخاصة، وتعيش بيها بنظارة واقع افتراضي. خدع زي مشاريع الهارب وغيرها من المشاريع اللي قدرت تتحكم في المناخ وتخلق زلازل واعاصير. كل دي ادوات الدجال اللي هيخدعنا بيها. ربنا رحيم قوي بينا، مش هيدي صفة من صفاته لشخص علشان يفتننا بيها. يعني ده ايمان الكامل بربنا. وسحروا اعين الناس والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. أما آخر جزئية وهي إزاي الدجال عاش في كل الأزمنة دي وتعلم وطور من التكنولوجيا دي، وكلنا عارفين إن الدجال لما هيظهر هيكون أيامه على الأرض 40 يوم. أيامه الأولى اليوم فيها كسنة، وأيامه الثانية اليوم فيها هيكون كشهر، وايامه الثالثة هيكون كأسبوع، أما أيامه الأخيرة هتكون كأيامنا إحنا، مدتها كأيامنا العادية. يعني إيه الكلام ده؟ هو في أماكن على الأرض اليوم فيها كسنة؟ إحنا عارفين الجن، صح؟ الجن عايش معانا على الأرض، لكن منقدرش نشوفه. ليه مش بنقدر نشوف الجن؟ لأن إحنا ربنا حجب عننا نشوف الجن، لكن هم بيشوفونا. العالم بتاعنا عبارة عن أبعاد مختلفة، كل بعد فيه عايش فيه كائنات احنا ما نعرفش عنها حاجه زي الجن، وزي الكائنات اللي احنا برضه ما نعرفش لسه عنها حاجه لدلوقتي. عايش على الارض لكن في بعد وزمن مختلف بيحكمه قوانينه اللي بتكون مختلفه عننا، ومن الصعب يحصل اختراق العوالم دي الا في حالات معينه وشاذه، يعني مش بتحصل كتير. بعض الجن مختلف عننا، ليه ايامه اللي مش زينا؟ ساعات مدتها مش زينا، قوانين مختلفة عننا. الفكرة بقى اللي عايز اوصلها ان الدجال عايش في وقت وزمن مختلف عن الزمن بتاعنا، بعد بيحكمه قوانين معينة. هقول لكم على حاجة، فاكرين مسلسل النهاية يوسف شريف؟ اكيد فاكرينه. المسلسل ده كان بيناقش حروب اخر الزمان وفكرة نهاية العالم
وبيناقش اتباع الدجال اللي بيمهدوا لظهوره. كان في شخصية من ضمن شخصيات المسلسل وكان هو اياد نصار، كان قايم بدور المخلص وكان ليه مشهد وهو قاعد في مكان مجهول بيتابع وبيباشر فيه خططه. وكان في شخصيات كل فترة بتقابله في مكانه، المكان ده بيمثل بعد اخر عايش فيه. نيجي بقى للفكرة النهائية اللي هي اساس كل اللي انا قلته. المسيخ الدجال مقيد، بس مش مقيد بسلاسل، لا هو عايش في مكان او بعد تاني مختلف عننا، واول ما هيجي يخرج من البعد ده يومه الاول هيكون اليوم الواحد فيه كسنة، يوم التاني كشهر، ويومه التالت كاسبوع، لحد ما يجي يوم الرابع والاخير، وده هيكون بداية ظهور الحقيقي. كان في مشهد مهم جدا في مسلسل النهاية، مجموعة صور مع صحفي، الصور دي مجموعة من الشخصيات المهمة في العالم، قيادات سياسية مع اختلاف الزمن، ومعهم اياد نصار موجود في كل الصور. الفكرة ان اياد نصار كان بيمثل قوى الشر اللي بتتنقل ما بين الازمنة بشخصيات مختلفة، وده علشان يحقق اهدافه ونشر فكرته. يعني بتوضح ان الانتقال عبر الازمنة بهدف جمع انصار ليه لبناء مستقبله اللي هيظهر لتحقيقها في الواقع. يعني هو بيقدر يتنقل عبر الازمنة ويعيش في حضارات مختلفة ويكتسب منها افكار يصنع بيها ادواته اللي هيضلنا بيها، بينشر افكار معينة وبينصب قادة بيمثلوا الدجال وبناء نظام عالمي جديد، نظام الدجال. اول ما هيظهر الدجال علينا على البعد بتاعنا هتكون رحلته استمرت 4 ايام، وزي ما فهمنا قبل كده ان اول يوم هيكون مدته سنة بالقوانين اللي بتحكم عالمنا، يوم التاني شهر، ويوم التالت اسبوع، وفي النهاية يوم الرابع والاخير، وده وقت ظهوره علني. لو حسبناها مع بعض هيطلع قرون عمال يتنقل من بعد للتاني لحد ما يظهر لنا. يبقى كده الدجال هيستمر على الارض 37 يوم، دي ايامه على الارض، وده اسمه الظهور اللي مختلف عن الخروج. في فكرة غريبة شوية، بتقول ايه بقى الفكرة دي؟ لما قابيل قتل اخوه هابيل اتلعن وبقى من المنظرين، يعني بقى زي ابليس هيعيش كتير على الارض. المهم بعد ما قابيل بقى من المنظرين عاش على الارض سنين كتير، عاش حضارات كتير، كل حضارة يعيش فيها يتعلم منها ويطور نفسه لحد ما اعلن الحرب على العالم. قرر انه هيحارب العالم ويسيطر عليه كأنه هو الاله والحاكم على الارض والعياذ بالله. فربنا حبسه في عالم اخر، عالم موازي وموجود فيه لحد ايامنا دي، عمال يتنقل من عالم للتاني لحد ما هيوصل لنا احنا، وهيكون المسيح الدجال اللي هيظهر لينا ويسيطر على الارض من تاني وينصب نفسه الاله. في الحلقة الأخيرة من مسلسل النهاية، إياد نصار ظهر في مشهد وهو راكب شيء زي المراكب الفضائية، وفجأة يدوس على زرار وتتدمر التكنولوجيا، وبعدها ترجع للأرض للعصور القديمة الجاهلية، عصر السيوف من تاني، زي ما أحاديث الرسول سيدنا محمد قال فيها إن بدأ الإسلام غريبا وهينتهي غريب. في أحاديث تانية إننا هنوصل لعصر هيكون فيه كل شيء فيه من الجاهلية، هنرجع للحرب بالسيف وركوب الخيل بعد ما الأسلحة تتدمر، وده اللي عمله الدجال في المشهد الأخير قبل ما يختفي. هو اختفى وهيرجع تاني بعد ما الأرض هتعيش أيام صعبة جدا. هيرجع لما البشرية تنسى إن كان قبل كده في تكنولوجيا أصلا على الأرض. في مشهد مهم برضه لما شخص مكذوب بيلف على الناس وبيحذر الناس ويقول لهم هتشوفوا الحقيقة بعينيكم لكنكم هتكذبوها. وده معناه انكم هتؤمنوا بيه لانه هيكون معاه تكنولوجيا كانت موجودة قبل كده، لكن هو دمرها علشان يحتكرها لنفسه، علشان لما يجي يحيي الموتى ويطلع الكنوز في اللي في الارض تصدقوه. وفي مشهد اخر اياد نصار اخذ العقول الصناعية اللي الدجال خدها معاه، دي هتكون الاداة بتاعته اللي هيعمل بيها معجزاته، ودي عبارة عن كارت ميموري متخزن فيه وعي وتكنولوجيا العالم قبل تدميره. يعني بالعقول هيصنع بيها روبوت يقدر يظهر انه بيحيي ويميت، يعني شيء متطور جدا، هتكون اداته هيخدع بيها العالم كله،
يقدر بقى بالميتافيرس وغيرها من التكنولوجيا يخدعنا. انا عارف ان الافكار دي غريبة، لكن لو فكرنا فيها هنلاقي ان في جزء كبير منها حقيقي. وزي ما قلتها مرتين هقولها تاني او تالت، ربنا رحيم بينا، مش هيخلي انسان معاه صفة من صفاته وهي الخلق واعادة الموت والمطر و و و علشان يفتننا. دي قدرة ربانية مفيش بني ادم يشارك ربنا فيها. الدجال ساحر قوي هيخدع الناس وخدعوا اعين الناس. عدلنا ملف النهاردة محمد مهنا، محيي جدا عليه. الدجال الفتنة الكبرى. خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى الحلقة والملف ده يكون عجبكم. لو عجبكم يريد تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة اشتركوا وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناة جمد قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم احمد ربيع من قناة جمد قلبك، والسبيلنج بتاعها بالفرانكو عرب GMD قلبك ALBK. كمان عندنا بيج على فيسبوك اسمها كوكب الرعب، هتلاقوا لينك البيج في الديسكريبشن، واللي بينزل عليها حاجات تانية وقصص وملفات ما بتكونش مسموحة النشر هنا على يوتيوب، نظرا لانها غير مناسبة لمعظم المعلنين وحاجات كده مش عايز اوجع دماغكم بيها. كمان لينكات الانستجرام والتيك توك وكواي برضه هتلاقوهم تحت في الديسكريبشن. وللناس اللي عايزه تتواصل معايا بشكل شخصي هتلاقوا لينك الاكونت الشخصي الخاص بيا على فيسبوك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.